هي لو نطبق يعني على الرابطه، نظن بلي رئيس الفيدراليه يعني منذ يعني اول يوم تاعو يعني جوست بعد لي زيليكسيون تاعو، نظن بلي قال كلام قوي يعني في تجاه الرابطه، وما كانش فرحان بالرابطه يعني، و سيتي بريفيزيبل باش يسحب الثقه من رئيس الرابطه، وهذه حاجه مفروغ منها وماهيش اول مره تصرى، مالغري كو صرا ديجا المرحوم يعني محفوظ قرباش بور بوكو موان كسا وندار، مالغري كو السيد محفوظ قرباش يعني كان انسان يعني محترم، ولكن بوكو موان دو على المشكل هذا وتنحى، ولكن اليوم مع الرابطه على حساب رئيس الفيدراليه يكون هناك مشاكل كثيره في الرابطه، نظن باللي هو يخول القانون pour rompre la convention. نظن ما طبق الا واش يخول القانون باش من انا يعني بكل صراحه بين قوسين باش ما نقذبش على سياره الاسعاف. صح. رايح نقول برك اليوم هذا يخول القانون للرئيس الفيدراليه باش يسحب ثقه من رئيس الرابطه وطبق القانون تاعو، طبق خاصه الكلام اللي كان يقولوا، وهذا الشيء طبيعي، ولكن الشيء اللي خلاني نخمم سيكو كل متتبعين يعني كره القدم الجزائريه جاوا مع رئيس الفيدراليه، يعني نظن بلي كوم سي رئيس الفيدراليه جا بيان بريباري بملف بقضايا بمشاكل كره القدم، جا بدا يعني بالتعيينات اللي شفناهم احنا البارح، نظن بلي عارف خبايا كره القدم الجزائريه، من حقه يعني راح هو توسكي ليك بروفيسيونيل لاربيتراج الامين العام مدير سيدي موسى سينارال، يعني قاس كل ما هو كان يعرقل كره القدم الجزائريه.